إلى المكان اللي هو فيه تنوع بيولوجي بالمياه بالغابات بالأعشاب الغابوية إلى الحياة بدأت هنا في المنطقة بدأت بسبب التنوع البيولوجي وربما كيقولوا أنها كانت أول حاضرة هنا في المحيط الأطلسي والأبحاث تجري لتحديد هذه المنطقة ولا ليبسوس خاصة أنها كانت عاصمة بالنسبة للمغرب أو موريتانيا وتسمى سابقا بموريتانيا الطنجية. إذا بالنسبة للعريش أنا إخوان ما مخلوني ما أقول التنوع البيولوجي كاين الطبيعة موجودة حتى العرائش كانت معروفة دوليا بغابتها في النصوص التاريخية كان يتحدثوا على العريش يذكروا غابة العرائش الشهيرة تل الزنزاف أنا الزنزاف ما بقاش اليوم بقى حتى في عهد الاستعمار الأول 1910-1989 والاستعمار الثاني ديال 1912-1956 بقى واحد استغلال باشر غابة العريش خاصة بما يتعلق بالفندق كان تنهب هذه الثروة وتصدر إلى إسبانيا وإلى أوروبا وما دي بعد هذه مش منطقة.